قبل بداية أجمل حكاية أتوجه بتحية لكل مشاهدينا ومتابعينا في هذا المشوار في انتظار ركلة البداية وانتهاء المناسبة الافتتاحية. مرحبا أعزائي المشاهدين، معكم اليوم من كابينة التعليق رؤوف خليف. فقد تنقصها الفعالية. يلعبها دوليا، اعتراض رائع منع الندم وجنب الألم. شنو هذا؟ هذه كرة غير عادية تسكر الشباك بكل رياحية، وهكذا تنجح عودتهم الكبيرة في المباراة. كانت اللمسة الأخيرة رائعة. غدارة وحده لكنه قادر على إذاقة الخصم. يلعب بينية والتسديدة، هل سينجح هذه المرة؟ والكرة في الشباك، جول! عادل النتيجة ثانية. في وقت مثالي كانت الخطورة تزداد بشكل كبير. تصدي رائع من الحارس. كرة دولية إلى الجناح، كرة للجناح، مرت البينية ووصلت إليه، عدت الكرة. نهاية 45 دقيقة أولى. نستأنف المواعيد مع شوط جديد. يحاول أن يلعب بينية، يلعب العرضية، هذه رأسية جميلة واللعب وجول. مجنونة، كرة ليس لها أمان أمام أجمل أقدام. أوه، تم التبديل في العهد، متفوقون بفارق هدف واحد. يحاول لعب كرة بينية غدارة، يشتتون. أظن
ناحية الصندوق لكنه لم ينجح في النهاية. عمل رائع على الجهة اليمنى في انتظار الكرة العرضية. نلعب الآن في الوقت بدل الضايع. مراوغة بإبداع وبكل الإقناع. وبذلك تنطلق صافرة نهاية المباراة. أظهروا براعة كبيرة في الحلول الفردية ونضجا كبيرا في العمل الجماعي. لم يفقدوا أعصابهم.